عقب ذلك تشرف بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما، وقد رافق خادم الحرمين الشريفين في زيارته للمسجد النبوي الشريف صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير ممدوح بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد الإله بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز رئيس الاستخبارات العامة، وأصحاب السمو الملكي الأمراء وأصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين. أبو بكر الصديق.